مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. في البداية أشكر كل الأخوة والأخوات اللي دعموا هذه القناة، وشاكرين فضلكم، وشاكرين كل اللي قمتوا به من أجل إيصال كلمة للعقلاء. عسى ولعل الجهل اللي عندنا في العراق، ولو أنا مأيس من هذول الذيول والجهل اللي موجودين بالعراق، اللي يتكاثرون أكثر من البكتيريا ويتكاثرون أكثر من كل الفيروسات بالعالم. اليوم نريد نتكلم عن كارثة حالة بالعراق. إخوان الاتصالات مو هسه، يا ريت خلينا نكمل وبعدين تتصلون. الكارثة اللي راح تصير على العراق بما يسمى بالانتخابات القادمة، وما يسمى بالديمقراطية المزعومة اللي في العراق، اللي زرعتها أمريكا وإيران، وشفنا نتائجها من 2003 ولحد يومنا هذا. الديمقراطية اللي جابوا لنا إياها على ظهور الدبابات والسياسيين الفطاحل وعلماء الذرة والفيزياء، جابوهم وشفت العراق شلون تطور، وناطحات السحاب قامت تقارن وتتنافس مع الإمارات ومع اليابان، وشفت العلوم اللي دخلوها على حتى الروضة قبل المدرسة، وشفنا ال 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 الورث الحضاري اللي وزعوه على العراقيين، وكيف ذكروهم بالحضارة والعراق وكيف كان وشون راح يصير. هذا الجهل اللي جابونا إياه إصابات المنطقة الغبراء وبدعم غربي، وفيه أكو مشكلة أو حالة صارت. كنت جالس مع أحد الأصدقاء بريطاني، وكان أحد أعضاء البرلمان البريطاني جالس معاه ليتعشون، وقعدنا تعشينا وكذا. سألت سؤال وكان رد علي، السؤال كان: أنتوا ليش قاعد تدعمون هذه الميليشيات؟ أنتوا ليش قاعد تدعمون هذول المضاجع؟ انتوا ليش قاعد تدعمون هذول المعممين؟ انتوا ليش قاعد تعطون هذه التراخيص لهذول اللطامة اللي نشوفهم في مانشستر وفي لندن يقطعون الشوارع وتطبير واعلام وابو جهل وما بقى شيء ما سووه من الخزعبلات؟ الرجل رد علي بكل صراحة وقال لي: تعرف انت، مع احترامي لدينك يعني كمسلم، بريطانيا كثرة المسلمين صار بيها فظيع، والدخول إلى الإسلام أصبح فظيع، فخططت ما يسمون ما وراء الستار، إن كانوا جهات مخابراتية، إن كانوا حكومة، إن كانوا أعضاء برلمان، بأنه يسمحون لهذول الدجالين اللطامة أولاد حازم اللي متواجدين على أراضيها في بريطانيا، بأنه ما يقومون به ما يسمى بالشعائر الحسينية، والحسين براء منهم، حتى يراون البريطانيين يقولوا لهم: شوفوا هذول هم المسلمين، دم ولطم وسواد وقتل وكل هذه السوالف. ولهذا أصبح المسلم أو الشخص حتى اللي مثلا مثل أشكالنا بألواننا مكروه داخل بريطانيا، والعنصرية حسب تقارير الشرطة البريطانية عبرت 300%. هذه تقارير الشرطة البريطانية، مو تقارير لطيف يحيى، تقارير الشرطة البريطانية
والعنصرية اللي صارت بالبريطانيا عبرت 300%. يعني هذول أولاد محازم اللطامة عصابات إيران ما يسمى بالولائيين دمروا شيء اسمه إسلام واسمه عراق واسمه عرب واسمه كل شيء اللي تسموه سموه، ما خلوا شيء حلو في بلدنا إلا ودمروا. العراق إلهم عبارة عن قطعة كيك ما تقاسموها، همشوها، فرطوها، قتلوا أي شيء اسمه عراقي أصيل بكل الديانات بكل المذاهب بكل القوميات، ما خلوا شيء ما دمروا بحجة يطلع هذا المسردب مالتهم. هسه يطلع لي واحد هم راسه مثلث سطلي مطي ابن مطي يقول لي لا تحكي على صاحب العصير والرمان ولا تسب آل البيت ولا تسب ما أعرف شنو. شوفوا كارثتنا بالعراق من 1200 سنة، 1200 سنة، 1300 سنة، من هذا اليهودي اللي ما أعرف شنو اللي أسس هذه الخزعبلات والفرس والمجوس وكلها دخلت على مود يفلشون شيء اسمه إسلام. أنا مو رجل دين ولا شغلات هذه السوالف التعبانة اللي سنة وشيعة وهذا الزرعوا بياناتنا، قسما بالله لحد ما طلعت من العراق ما أعرف شنو سنة وشيعة، كنا أخوان متعايشين ما عدنا شيء. بس من وصلت عام 95 إلى لندن شفت شيعي سني كردي عربي ما أعرف شنو هالسوالف، بدت من هنا وبعدين تصدرت إلى اسكندنافيا تصدرت إلى أوروبا وجابوا لنا إياها للعراق. هذه الخطة لتدمير ما يسمى بالشرق الأوسط، ما لهم شغلة بس بالدين، يعني الدين الإسلامي راح يفلشوه، والدين الإسلامي ما صار دين بعد صار طين، ياهو اللي يجي يتفلسف وياهو اللي يجي يسوي شغلات ويصير محنك براسنا ويصير هو مفتي ويصير يعطي النصائح، وهو من راسه إلى أساسه ذنوب وكوارث والزنا ورشاوي ويأبد الدولار. هذه الأمور يعني أنتم لو تشوفون تطلعون إلى قنوات ما يسمى العراقية بين قوسين، من القنوات الكبيرة الشرقية والبغدادية والمعرف شنو والكذا والكذا، أنت تشوفون اللواقة مالتهم، تشوفون أيام ما يسمى عاشور ومحرم ومعرف شنو، أقسم برب العالمين ما يعترفون بشعرة بيها. بس اللواقع شوفوا، أنا ما عندي لا لحية مسرحة ولا متدين ولا أشتري هاي السوالف كلها بسنتها وشيعتها بزبانة، بس أنا دا أشوف هذه الخزعبلات سنتها وشيعتها دمرت بلدي، فمن أشوف بلدي متدمر بسنتها وشيعتها وبسببهم الطرفين، لا أقعد ألعب بيهم خلقا. حتى لو بقيت وحدي أغرد على اليوتيوب على التويتر على فيسبوك، هم رح يجي يوم إذا متت أكو أجيال وراية تقول هذا خلي نشوف الشريط عسى ولا على الواحد يقتنع. والحمد لله كثير من الناس رجعوا إلى عقلهم ورجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى وطنيتهم اللي هي أهم من كل شيء حتى من الدين. ولحد يطلع لي يصير لي مفتي مال مكة ويصير براسي الدين أهم شيء، لا الدين خراب. في بريطانيا وفي اليابان وفي ألمانيا وفي كل دول العالم المتطورة لا بها مراقد ولا بها أئمة ولا بها أنبياء ولا بها أولياء ولا بها لطم ولا هريسة ولا قيمة ولا تمن ولا تطبير، أنتوا اللي تسموهم دولة دول الكفار. بس أنت اللي قاعد هسه راح تسبني وتشيل تليفونك وتغلط علي
قاعد تستخدم أدوات اللي هم صنعوا لك إياه الكفار، اللي هم يجيبوا لك حتى حباية الوجع الرأس اللي ما تعرف تنتجها يا المسلم اللي تتفنطز وتقول لي أنا حجيت وأنا رحت زيارة وأنا رحت المكة وأنا رحت ما أعرف شنو، حباية أسبرين ما تعرف تصنع في بلدك، كل شيء مستورد من عرش رئيسك وملكك وانت نازل للسيارة اللي صعدوها للموبايل اللي استعملوا. فهذه دولنا من أقول دول متخلفة، يطلعوا لي إذا مو ولدهم حازم ولدهم سلمان، شلون تحكي علينا واحنا المسلمين واحنا كذا، ويقعد هذا يطلعوا لي فيديوهات ويقعد يسبوني ويقول لك ها يا الله هذا كافر هذا ملحد هذا كذا. انتوا هذا التكفير اللي بداخلكم والحقد، الحقد ألعن صفة بصفات البشر، الحقد اللي موجود بيكم وبداخلكم هو اللي عامي بصيرتكم، ما عندكم صفة اللي هي الإسلام أعز الناس بيها، صفة التسامح. صفة التسامح ما عندكم هذا الشيء بالقاموس مالتكم، ولكم أنا سامحت اللي ضربني طلقة بلندن بال95، سامحت عدي اللي قتل أبويا. التسامح مو ضعف والاعتذار مو ضعف، هذه صفة الفرسان، وأنتم مو فرسان، أنتم حتى حمير حشش سامع ما تقدرون تركبوه، ولهذا أنتم وصلت البلد إلى هذه المرحلة من الجهل والتخلف وعبادة الحجر والبشر. يطلعوا لي أولاد السطل ابن السطل يسبوني، واحد كاتب لي رسالة هاي موجودة قلت أقرأ لكم إياها، يقول لي أنت مو كنت قواد مال عدي هسه صاير سياسي براسنا، شون عرفت أنا قواد غير أختك قلت لك؟ مو انت كنت تناوش كلينس وتصيح العدي علي وياك علي؟ فلا تطلعون لساننا، ترى لساني زفر ومن اكل جره عن على والديكم، ابوكم على ابو الصدر على ابو الظهر على ابو الزرور، انتوا ناس ساقطين. يعني تصوروا مقتدى السطل اللي سحب ما انتخب وما ادخل انتخابات وما اسوي كذا وما اسوي كذا وما اروح كذا، ما أدري مين طلع وألف هذه القصة، والله وصلتني رسائل من كذا، وبعدين رجع ويطالب برئاسة الوزراء ومطالب ما أعرف شنو، وتصوروا يريد سطلي يصير رئيس وزراء. وسأقول لكم ليش يريد. طبعا كل السرقات اللي تمت تحت عباءة السطل وآل السطل اللي ملخوا للعراق، حزب الدعوة سطلي يمشون ورا السطل الأول، وفلان حزب سطل هم سطل يمشي ورا السطل، هذول السطليين هم سبب إجرام وقتل وسرقات العراق، كل المجرمين كل الميليشيات كل القتلة طلعت من تحت عباءة هذا السطل ابن السطل اللي قاعد بالحنانة، اللي يومية يوم استشهد يوم راح انقتل يوم ما اعرف شنو يوم ما ادخل يوم ادخل، ما يعرف هو شي يريد. هسا عمي ما اريد وطن بس اريد نفتهم مقتدى السطل شي يريد. المهم هذا الشخص مقتدى السطل اللي ناوي يأجج الحرب الأهلية لو ما استلم ما يسمى برئاسة الوزراء، وجعفر السطل اللي هو ما يسمى بالسفير العراقي في لندن صار لكم سنة دي يرتب ودي يرتب أمور للسرقات القادمة وشراء العقارات وما يسمى بالحسينيات
وراح يسوي بالتحديد مثل ما سوى الخوئي والحكيم والعصابة اللي سبقته بالسرقات والقتل والنهب. تعرفون السطل مقتدى، يعني هذا حديث الولادة، يعني وراء 2003 يلا نعرف، بس الحكيم وهذولك الخوئي هذه عصابة قديمة من زمان تسرق وتنهى باسم الله ومحمد وآل البيت وكل هالكلاوات. فهذا جعفر الصدر أسس إمبراطورية جديدة لآل السطر في بريطانيا. هذه السرقات القادمة لما يسمى بالتيار السطلي لاستلام رئاسة الوزراء. وانت يا فرار الواسطي ابقى سوي اللي تسويه، سوي اللي تسويه، وجايك ان شاء الله يعني راح يرتبوا لك امور حلوة في مدينة السطل، اللي ما عندهم سقف فوق راسهم، اللي الخيسة واصلة للسماوات عندهم، والنعل على قلشة عبد الكريم قاسم وين من نبش، اللي فتحنا او اسسنا هذه المجاري واللي طفحت علينا من 2003 لليوم، ولو هم سبب خراب بغداد من أسس هذا المنبوش عبد الكريم قاسم وجابنا هذا المرض وحطه ببغداد، العراق انتهى، مو بس بغداد، العراق انتهى، لأن هذه المجاري عفوا هذه المجاري اللي أسسها عبد الكريم قاسم هي اللي خلت بغداد الرشيد تنتهي، وخلت هذول الدجالين اللي كانوا يبنون أساس الدجل والحقد والانتقام والثارات بينهم بين اللي داير مدايرهم، ومن صارت عندهم الفرصة انطلقوا بكل سرعة في القتل والإجرام وكل شيء حرم الله سووا. بعدين يقول لك والله نطلع على مود يطلع صاحب العصير والرمان واحد يعيرون صدام حسين، يقول لك خاتل بالحفرة بطل الحفرة. أولا صدام حسين رئيس دولة وداخل في حالة حرب، مثل ما احنا كنا في القادسية في حرب مع ايران، من يصير هجوم من يصير قصف ندخل ملاجئ نختل من العدو حتى نحافظ على ارواحنا ونكمل قتالنا. الرئيس صدام حسين حتى لو فرضنا، ولو هو كله فيلم هندي كان امريكي، لو فرضنا كان داخل في هذا الملجأ اللي سموه حفرة، رئيس دولة بده يحافظ على نفسه بده يحافظ على الناس اللي هو كان قائدها، كان مقاومة وكذا وهاي السوالف. بس العتب على صاحب العصير والرمان مالتكم المسردب 1200 سنة، زين ما يطلع انتم تقولون راح يطلع وراح يطلع راح يطلع، يعني شلون صار لكم 1200 سنة تنتظرون وكل ما تحكي معطلين الدراسة، معطلين الحياة، معطلين كل شيء بالحياة، والله ده تنتظرون صاحب العصير والرمان يطلع. زين اليوم ما طلع، 10 سنوات ما طلع، 20 سنة ما يطلع، وبعد مليون سنة هم راح يطلع، لأن هذه الخزعبلة زرعوها في راسكم. ولا تقول لي أنتوا في كتبكم السنة كان كفارة هسه بالسنة والشيعة اثنيناتهم، لا كتب ولا بطيخ، أنا ما أقرأ هاي السوالف التعبانة، قال وقلت وحكى وقام وقعد، أنا شلي شغلة، أنا كتابي الوحيد اللي أقرأه هو القرآن، غير شيء كل صناعة بشرية، أي شيء ثاني صناعة بشرية، فلان ابن فلان ما لي شغل، هاي صناعة بشرية وكتابة بشرية والبشر يغلط، عندي القرآن هذا غير شيء ما لي شغلة بي، كتاب ورواية هذه مو سوالفي ولا أشوفها، أقراها وأضحك عليها. فأنتوا هذا المسردب مالتكم ما طلع بعد 1000 سنة، يعني يبقى البلد بتوقف
يبقى البلد في حالة دمار، يبقى البلد في حالة زنا وزنا محارم، وما خليته شيء وما سويته، وبعد المسردب ما طلع زين. هم كنا نقول أخاف يطلع، لأن زمن صدام أخاف يأخذوا الشعب الخامسة ويطلعوا له من جلده جلد وصمتون مؤخرته. زين مو هسه زمن اللطامة هم دا يحكمون بالعراق، هسه زمن العتاقة، زمن الموالين، زمن اللطامة، زمن العصابتشية، زمن الغير شغلات. ما يطلع بينه وبين ناسه. يقولوا لي مقتدى السطل ابن الزفرة، مو ابن الزفرة، يقولون ابن الزهرة، بس أنا أسميه ابن الزفرة. إذا هذا ابن الزهرة لا عاد انسوا شيء اسمه محمد وآل بيت. إذا هذا ابن الزهرة والسبتة تنقاني صمام الأمان اللي يقولون ما يتدخل بالسياسة وما له شغلة بالسياسة وما له صوت، أشو بس قبل الانتخابات رأسا يقول لك والله ها روح انتخبوا. طبعا هذا انتم ما تسمعون صوته ولا يطوط ولا لا من ورا ولا من قدام ولا من فوق. يطلع لك وكيل مكتب السبطة تنقاني، والله السبطة تنقاني صمام الأمان يرشد العراقيين ويقول لهم اطلعوا للانتخابات وحرروا نفسكم. شي حرروا نفسهم؟ زين كل هذول الزبالات ما يسمى بالقادة واللي حكموا العراق عرفوا بأنه شعبيتهم انتهت، قاموا أسسوا من جدة وجديد قاعدة جديدة يسموها شبابية ويسموها كذا ويسموهم مستقلين، وهم كلهم ممولين وتحت عباءة هذه الميليشيات وقائدة ما يسمى بالأحزاب، ويدزوهم حتى يقعدون في مجلس الدواب والسرقات والكذا، تروح إلى هذه الأحزاب ورجعت حليما عادتها القديمة. كل من يقول لك راح يصير تغيير بالعراق ما طول هذه الطبقة الفاسدة السافلة اللي جت من 2003 لليوم فهو لا عقل ولا دين ولا أبد. وهذول اللي راح ينتخبون وراح يروحون للانتخبون ويقول لك احنا ها لعد شون نخليها إلهم، إذا ما رحنا هم راح يقاسموها بيناتهم. ما هم متقاسمين بيناتهم، يعني رئاسة الوزراء من هسه معروفة، والله العظيم كل شيء متقسم من هسه. ترى هذا انتخاب وتروح وتجي وتطلع على الفيسبوك ومصور وحاط اصبعك معروف وين ومطلع أزرق، ما راح يغير شيء بالعراق، ولا حتى جدار راح ينبني ولا طابوقة راح تنبني. يطلع لك الكاظمي يقول لك راح اقضي على الميليشيات، يا الاغبر كان وقفت هذا اللي يريد يقصدنك ابو الميليشيات، ولا هذا اللي اعتقلتوه قائد الميليشيات والقتل اش 12 يوم دخلوا لك للخضراء وجروه من اذنك اش ما فتحت حلقك. انت تصوروا مقتدى السطل يستلم رئاسة الوزراء وحط أبو درع وزير المهجرين لو وزير حقوق الإنسان، وحط هذا فرار الواسطي وزير الإعلام. أنتوا هذول جماعة السطل هم بدون سلطة حرقوا الدنيا، عاد يصير عندهم سلطة ورئاسة وزراء إيش راح يصير؟ ما أعرف ناخذ اتصالات ولا نخليها على المرة الثانية. فيا ناس يا عالم، ترى والله العظيم هذا العراق منتهي، انباع اتفصخ، والحمد لله والشكر بدعم خليجي وعربي وإسلامي قبل ما يكون غربي أمريكي أو حتى إيراني. لأن هذه الدول اللي مسميها دول إسلامية وعربية هي اللي بدت بتدمير العراق قبل ما تبدي إيران وأمريكا، هي اللي حرضت، هي اللي دعمت،
وهي اللي مولت، والنتيجة هاي 4 عواصم عربية سقطت، إيران على حدودهم، إيران عن طريق الحوثيين تضرب المملكة يومية في السعودية، عشرات من جنود السعوديين ينقتلون، عوائلهم تتيتم، والحوثي قاعد. لو كان الجيش العراقي باقي تتصورون أكو شيء اسمه حوثي؟ تتصورون أكو شيء اسمه إيراني يتنفس؟ أخذوا جزات اللي عملتوا به، دمرتوا بلدنا، عدمتوا رئيس نتفق معه ما نتفق معه، دكتاتور متسلط، بس كان حاميكم من شيء اسمه إيران. نتفق مع صدام حسين، نختلف معه، معارضين ما معارضين، صدام حسين حماكم لحد ما أسقطتم نظامه. وللأسف وللأسف كثير من الناس تندموا، وأولهم أنا، إن كنا معارضين، قادة عرب اللي شاركوا بقتل وتدمير البلد اعتذروا، أو بين مجالسهم متندمين. بس للأسف لحد الآن، إن كانت سعودية أو قطر أو غير إمارات أو معروف وين، تمول زبالات العراق. أنت تصوروا هذا أبو قناة الشرقية سعد ابتزاز، هذا ما عنده مشكلة، من يجي الدولار ما يهمه، من كافر، من إسرائيلي، من سعودية، من معروف وين، يتقلب يتلون مثل الحية، وين الدولار يروح. تتصورون وتتذكرون محمد الحلبوسي أبو الدهن من طلع وبرنامج وقال سعد البزاز يقول لي إذا رجعت للعراق لازم تهجم، احنا ما رايحين نبني، وموجود على اليوتيوب. وهسه نفس قناة الشرقية قاعد تطبل لمحمد الحلبوسي، وقناة دجلة طبل معروف منه، وقناة فلان طبل المنو. إيش قد قلنا لهم لهذول الزبالات ما يسمون قادة الإسلام والخليج وكذا؟ يا معودين، هسه احنا ما نريد منكم لا جيش ولا أبد، يا أبا جهة إعلامية نفتحها، زين نفتحها حتى نوضح احنا لا ويا إيران ولا وياكم، نوضح للعراقيين بأنه احنا نكشف كل فضائح ذولا. دمرونا، حاربونا، ما خلوا شيء ما سووا، اللي طلعنا حرامية، واللي قاعد يسموهم قفاصة بشيعتها بسنتها، ما خلونا طريق، ما خلونا درب، ما خلونا جهة، ما حاولوا يسقطونا. محاربتهم إنه كانت أتعس وأحقر من جماعة ولد حازم من إيران، سلطوا كل جراويهم وذول الإمعات مالتهم اللي قال الرسول وجمعة مبارك على مدار الساعة، وهو من رأس الأساس الزنا. على الأقل أنا ما أستحي واحد يكتب لي عيونكم مورمة من العرق، ليش؟ هو أنا خايف منك أشرب، أنا خايف منك أشرب عرق ويسكي، خايف منك لو أريد أشرب، أخاف منك لو أخاف من مرجعك، لو أخاف من إمامك، لو أخاف من حتى ربك، ما أخاف، بس أنا ما أشرب. وهذا اللي تشوفه على وجهي، هذا من الحبوب اللي أخذها، الأمراض اللي موجودة عندي، حتى العدوي ما أتمناها. أبو العرق وأبو المعرف شنو، وأنت قواد مال عدي، غير أنتو شنتو تجيبون خواتكم وصيحون علي وياك علي وبنروح بالدم، هسه صرتوا شرفاء. بس همش ما يكون، ما أرد عليكم، ليش؟ لأن أنتو غالبيتكم أطفال الخطيئة، سويتكم بالعراق وطلعت، شن سوي؟ كنا هم مستلميكم مربعتين، يعني بس هسه طلع لكم لسان، شن سوي؟ هو هذا الحكي. آسف على الإطالة،
وحاولنا نوصل عسى ولعل يعني نقعد نحكي لنا كلمتين وبلكي هذا الشعب شوية يقعد ولو أنا أيست من عندهم لأن ما بيها أي شيء. شكم على خير وتحياتي لكل عراقي حر وكل محب لهذا البلد. تحياتي. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.